عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن التكامل، والتكامل ده موضوع مهم في كلية التجارة وكلية هندسة وكلية تربية وكلية علوم ومعادلة كلية التجارة، معادلة كلية هندسة، ثانوية عامة وثانوية عامة وثانوية أزهرية. يعني موضوع مهم جدا في الحاجات دي كلها. الاول انا لو قلت بقى التكامل، احنا لما كنت بقول مثلا ايه 7 س تكعيب كنت اجي فاضلها تفاضل، يعني لما اجيب د ص على د س لو دي ص كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب الاس في المعامل، يعني 7 × 3 = 21 وانزل الس وانقص منها 1 يبقى 27 س تربيع. طيب دلوقتي بقى في التكامل هنعمل ايه؟ لو انا مدي لك دي علامه التكامل اولا، وبقول لك 7 س تكعيب د س، تمام؟ بنعمل ايه بقى؟ مش بنضرب الاس في المعامل، يعني خلي دي 9 عشان تبقى سهله شويه، مش بضرب الاس في المعامل بقى، بزود الاس 1 واقسم على الاس الجديد. 7 س تكعيب خليها زي ما هي عشان تعرف الفرق بينهم. يعني العكس بقى، مش بقلل الاس 1 وبضرب في الاس في المعامل، لا بمشي بالعكس. بمشي بالعكس زي يعني ايه؟ ازود الاس 1 واقسم على الاس الجديد 7/4، بس لازم احط حاجه اسمها س اللي هو ثابت التكامل. طيب يبقى تاني بزود الاس 1 يبقى س/4 وبقسم المعامل ده على الاس الجديد، تمام؟ يبقى واكتب جنبها ايه؟ زائد ثابت. طيب فناخد امثله بقى. لو جه قال لي مثلا ايه، هات لي تكامل 2 س تكعيب د س، هعملها ازاي؟ اهو هبتدي اقوم مزود الاس 1 يبقى س/4 واقسم الاثنين دي على الاس الجديد اللي هي 4 زائد ثابت. السادة بيسموه ثابت التكامل. طب انا ممكن 2/4 احسبها بالاله، هتديني نص س/4 زائد ثابت. وفي ناس ساعات يكتب س/4 مع الواحد اللي فوق ده، يعني يكتبها س/4 على 2 زائد ثابت، كل ده صح، تمام؟ طيب وتبقى خلصت على كده مثلا. طيب لو خدنا مثال كمان، لو قلت مثلا تكامل س/د س، د س دي يعني بالنسبه لس، اختصار كلمه بالنسبه لس. طيب نفس القصه، هبتدي انا اقوم عامل ايه؟ اهو هقوم مزود. طب هي فين الاس؟ الاس كان هنا 1 وفي هنا 1 جنبه، يبقى نزود الاس ده 1 يبقى س/3 ونقسم الواحد ده على الاس الجديد اللي هو 2 زائد ثابت التكامل وخلصت على كده. او ممكن نكتبها س/3 على 2، س/3 حطها جنب الواحد اللي فوق ده والواحد ملوش لازمه، زائد ثابت، تمام؟ طيب لو جينا بعد كده تكامل 3 د س، طب 3 ده عدد ثابت، يعني انت بتقول لي زود الاس 1 واقسم على الاس الجديد. طب ما هو ما فيش اصلا جنبه س، ما هو كان جنبه س/0، كان جنبه س/0، فانا هزود الاس 1 هتبقى س/1 ونقسم على الاس الجديد، يعني 3/1 زائد الثابت. طب ما 3/1 ب3 والسين تنزل زائد الثابت، ما هو الواحد ما بيكتبش بتاع الاس بتاع السين. طيب نشوف مساله كمان. لو قال لي مثلا تكامل -5 س د س، اهو يبقى انا هزود الاس 1، هنا كان السين دي اس 1، نزود الاس 1 يبقى س/2 نقسم على الاس الجديد يبقى -5/2 زائد ثابت. بالتالي كده مفيش اسهل من كده. طيب بيجيب لي بقى فيها ساعات بقى ايه، برضو زي التفاضل، حاجات عايزه تتعدل وحاجات زي كده. يعني ازاي؟ مثلا زي رقم 5 يقول لي تكامل -جذر س د س. طب ما الجذر ده انا خدت ان الجذر التربيعي، لو احنا فاكرين قبل كده ان الجذر التربيعي بيبقى س/نص، جذر التكعيبي كمراجع بس يبقى س/3، لان باخد اللي جوه على اللي بره، كان فينا 1 على الثلاثة اللي بره. طب لو الجذر التكعيبي مثلا لس/2 س اللي جوه على اللي بره، يعني 2/3 وهكذا، دي زي ملحوظات كده. طيب فانا هعمل هنا كده، انت بتقول لي جذر س، خلاص مفيش مشكله، يبقى نعدلها الاول قبل ما نشتغل. يبقى كانها تكامل اهي برضو، جذر س يعني س/5 د س، كان المساله جايه كده. طيب انت بتقول لي نزود الاس 1، طب انا هزود السين دي كان قبلها 1 طبعا، هزود الاس 1 يبقى س/5، ده هجمع عليه 1، يعني اعمل نص زائد 1 على الآلة هيديك 3/2،
طيب بقسم على الاس الجديد، يعني الواحد ده المفروض يتقسم على 3 على 2 د س. طب انا عارف ان انا لما بقسم الواحد على عدد على كسر، الكسر ده بيتشقلب، يعني كان بقى 2 على 3 ومضروب في الواحد، كانك بتشقلبه يبقى 2 على 3 مضروب في الواحد، فيديك 2 على 3 س اس 3 على 2. خلاص ما عادش في د س بقى، زائد ثابت. طالما انا ابتديت عملت الحركه بتاعت ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، ابتدي اكتب زائد ثابت التكامل، تبقى خلصت على كده. تمام. طيب ممكن انا بقى ارجع دي تاني لاصلها ازاي، او اقول 2 على 3، ودي كانت عباره عن ايه يا جماعه؟ بعمل جذر، اكتب السين، ده معروف انه اللي جوه على اللي بره، اللي جوه يعني 3 على اللي بره اللي هو 2، ما بتتكتبش. الجذر التربيعي كان عليه هنا 2 بس ما بتتكتبش. خلاص زائد ثابت، وبقى انا كده وصلت لايه؟ لنهايه المساله وعملتها بمنتهى السهوله. طيب يا ريت ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل فيديو جديد. ولو حصل الفيديو فصل مني بس مثلا، انا بكمل في الفيديو القادم ان شاء الله. طيب تكامل مثلا جذر تكعيبي لسي د س اهو نفس القصة، انا لازم اظبط منظرها الاول، يبقى دي اخليها س اس تلت د س قبل اي كلام. طيب هنكملها بقى ازاي؟ هنزود على الاس ده واحد، يعني همسك اجي يعني اكتبها لكم بالتفصيل عشان تبان معاكم اهو، الاس تزود عليه واحد يعني هتعمل تلت زائد واحد على الاله زائد ثابت. طب انت لو عملت تلت زائد واحد هيديك 4 على 3، خد بالك انا بقسم على الاس الجديد. طيب تلت زائد واحد هيديك 4 على 3، نقسم على الاس الجديد اللي هو 4 على 3، يبقى تاني يبقى انا زودت الاس واحد بقت س اس 4 على 3، وبقسم على الاس الجديد اللي هو 4 على 3 زائد ثابت. طب احنا اتفقنا لما اقسم الواحد على 4 على 3 هيدي لك ايه؟ 3 ارباع، بيتشقلب كانه بقى 3 ارباع في واحد، يعني ده كده كانه بقى 3 ارباع. انا بعملها بتفسير اكتر عشان نعرفها، يعني س اس 4 على 3 زائد ثابت، 3 ارباع في واحد ب 3 ارباع س اس 4 على 3. انا ممكن اسيبها على كده، وممكن اعمل ايه اهو؟ 3 ارباع س اس 4 على 3، اكتب السين، اي اس كسر بيتحول لجذر او جذر، اكتب الاربعة جوه والتلاتة بره زائد ثابت، وتبقى خلصت على كده. طيب نشوف مسألة كمان. لو جه قال لي مثلا تكامل اربعة على الجذر الخامس لسين تربيع دال سين، وساعات على فكره بيكتبوا د س دي فوق جنب الاربعه عشان يلخبطك، يبقى 4 د س كده هكتب لك كده. والله انا سواء كتبها كده على السطر او سواء كتبها جنبها فوق هي واحد، انا كده كده مضطر ان انا اعدل شكل المساله قبل ما اكمل. 4 الجذر الخامس س تربيع ده لازم يتحول لايه؟ ل س اس، بنشطب الجذر وناخد اللي جوه على اللي بره د س. طيب ايه التعديل التاني؟ ما ينفعش ده يكون في المقام، لازم السينات دي تطلع فوق، ولما بتطلع فوق بتغير اشاره الاس، يبقى تطلع فوق جنب الاربعه ها، ولو ما كانش فيه اربعه هتطلع فوق كان في واحد، هتطلع فوق جنبه. طيب هتطلع بسين اس سالب 2 على 5، كان المساله يا جماعه جايه لي بالمنظر ده عادي جدا. انا هكمل ازاي؟ اهو هزود على الاس ده واحد على جنب اهو عشان نبقى عارفينها، سالب 2 على 5 هزود عليه واحد، لو عملت دي على الآلة هتدي لك 3 على 5. خلاص يبقى كده السين بقت أس 3 على 5، وبنقسم الأربعة دي على الأس الجديد اللي هو 3 على 5 ده زائد ثابت. طيب احنا اتفقنا لما أقسم 4 على 3 على 5 الكسر ده بيتشقلب، يعني بكتب الأربعة عادي الكسر ده بيتشقلب، بيبقى فيه العلة بتتقلب فيه، ده الشرطة دي بتتقلب فيه، وده بيتشقلب يبقى 5 على 3 معكوس الضرب، يعني س اس 3 على 5 زائد س اللي هو ثابت التكامل. لازم اكتب زائد س ده يا جماعه، لما نيجي ناخد ان شاء الله التكامل المحدود مش هنكتب زائد س. طيب انا اما اضرب دي بالاله هتديني 20 على 3. طيب س اس 3 على 5 انا ممكن احولها لايه؟ اللي هي دي بقى اس كسري على طول احوله لجذر، كاتب جذر كده والسين اللي جوه على اللي بره، اللي جوه على اللي بره، يعني اللي جوه كان 3 واللي بره كان 5 زائد س. بس وخلصت على كده المسألة. طيب ناخد مثال تاني رقم 8 مثلا، دي أسهل شوية، تكامل 7 على مثلا س أس 4 د س عادي جدا أهو،
انا مبدئيا ما ينفعش يكون في سينات في المقام، ومفيش جذر ولا حاجه نحوله، بس ما ينفعش يكون في سينات في المقام واحنا بنكمل او بنفاضل، فدي هتطلع فوق طبيعي خلاص. يبقى بقت المساله كده كانها 7، دي هتطلع فوق زيها، جنبها يبقى س اس سالب 4 د س، ماشي؟ طيب لكن ال7 اشارتها ما اتغيرش، انا بغير اشاره الايه الاس بس. طب هنكملها ازاي؟ زي ما اتفقنا اهو تكامل، انا هاجي سالب 4 دي على جنب كده، سالب 4 زائد 1 على الاله هتديني سالب 3، تمام. يبقى السين بقت اس سالب 3، وبقسم المعامل ده على الاس الجديد 7 على سالب 3. شيل بقى علامه التكامل، طالما ابتديت تعمل الحركه دي انك تزود الاس 1 وتقسم على الاس الجديد، بتشيل علامه التكامل، لان انت كده دخلت في ايه؟ دخلت في قصه التكامل، بتحط كلمه زائد ثابت. طيب على فكره السالب دي ممكن تحطها على السطر هنا او تحطها فوق، بس ما تحطهاش مع الرقمين، يعني ممكن تكتب سالب كده اهو 7 على 3. خلاص؟ يعني انت خد بالك دي كملحوظه كده، لو انا قلت لك سالب 7 على 3 مثلا، من حقك تحط السالب مع السبعه وما تحطهاش مع الثلاثه، او تحطها مع الثلاثه وما تحطهاش مع السبعه، ما ينفعش تحطها مع الاثنين، لانك لو حطيتها مع الاثنين بص ايه اللي حصل؟ السالب هيشيل السالب، بقت موجب 7 على 3. دي معلومة قديمة بس أحب أفكر الناس بيها لأن معلومة مهمة جدا. خلاص؟ س أس سالب 3 زائد س، المفروض ده أنا سبت المسألة كده صح. لو أنا عايز أعملها بطريقة أفضل، أدي سالب 7 على 3، أنا ممكن أهو 7 على 3. طب شايف الس أس سالب 3 دي؟ ما هي ممكن ترجع مكانها الطبيعي تحت. بقت س أس موجب 3 أهي زائد ثابت. تمام يا جماعة؟ طيب. اللي هو ثابت التكامل. لو جينا بصينا بعد كده رقم 9، لو قلت ايه تكامل 1 على س اس 5 نفس القصة اهو. انا محتاجة ايه اعدل دي، دي لازم تطلع فوق خلاص. يبقى تكامل 1 س اس سالب 5 ده س، كويس جدا. طيب المفروض ان انا بزود الاس 1، يبقى س سالب 5 لو انت زودت عليها 1 هتديك سالب 4، ونقسم على الاس الجديد اللي هو ايه سالب 4، تمام، زائد ثابت. طب احنا اتفقنا السالب دي ممكن تطلع على السطر هنا، يبقى سالب ربع بلس س اس سالب 4 زائد ثابت التكامل. طيب حلو، انا ممكن اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهو ادي سالب ربع، الس دي تنزل تحت بتبقى س اس موجب ايه 4، عشان تنزل تحت الاس بتاعها يبقى ممكن زائد ثابت، وتبقى خلصت على كده المساله. طيب لو جينا بصينا على رقم 10، قال لي تكامل 1 على جذر 9 س تربيع د س. طيب احنا ممكن ناخد بالنا من حاجه، انا ممكن ناخد جذر 9 س تربيع دي ليه؟ لها جذر على فكره، ادي 1 على جذر 9 بكام؟ ب3. طب وجذر الس تربيع يا جماعه؟ الجذر بيشيل التربيع على فكره، يبقى هتديني س د س، تمام. يبقى كانها 1 على 3 س د س. طيب انا في الحاله دي اعمل فيها ايه؟ الحمد لله سوري، لازم الس دي ما ينفعش تكون تحت. طب مش الس دي اس 1 ما تطلع فوق؟ اهو اسيب التلت زي ما هو، والسين دي تطلع فوق على السطر تبقى س اس سالب 1، تمام. بص بقى يا جماعه ايه اللي هنلاحظه. طب دلوقتي س اس سالب 1، انت لو زودت الاس 1 هتبقى س اس ايه؟ س اس 0 صح. طيب خد بالك من الكلام اللي بقوله، هزود الاس 1 بقت س اس ايه؟ 0. طب ايه اسم على الاس الجديد؟ هو ينفع اقسم تلت على 0 يا جماعه؟ طب يبقى طبعا الكلام ده الحل ده كله مش مظبوط. يبقى انا لما الاقي حاجه زي كده، يعني لو لقيت س اس سالب 1 او الكلام ده، مش هينفع اعمل القصه دي. امال هنعمل ايه بقى؟ قال لك دي لها قاعده، قال لك تكامل 1 على س د س بيساوي لو س زائد ثابت. يبقى تكامل 1 على س بيبقى لو س، او بمعنى صح 1 على س طبعا هي س اس سالب 1، ده بيبقى لو س. دي حتة مهمة جدا يا جماعة، تمام. فدي تعتبر زي قاعدة. يبقى انا لو احلل بقى المسألة، يبقى المسألة رقم 10 كده الحل ده مش مظبوط، بس انا اتعمدت احله عشان
اوريك ان احنا هنصادفنا حاجة ولو انت كملتها هتبقى غلط. نحلها تاني بقى. الحل الصح ده كامل 1/9 س تربيع، فهي مسألة فيها تركة جامدة جدا. هبتدي انا اقوم اعمل ايه بقى دلوقتي اهو. وعلى فكرة ساعات يخدعك يكتب لك الدال س دي جنب الواحد ويشيل الواحد، يبقى شيل المسألة يبقى شكلها مرعب. بص يعمل لك كده، الناس يقول لك ايه ده، يعني مش شكل مسألة تكامل، مش الدال س بتيجي هنا على السطر، ما هي هي كأن دي قبلها واحد ودي هتيجي هنا على السطر، فبقت بالمنظر ده، فما قلقش يعني. طب انا الاول هظبطها او تكامل. ادي الواحد جذر 9 3 س تربيع بيبقى جذرها س، لان معروف ان الجذر التربيع بيشيل التربيع، او انت لو قسمت اللي جوه على اللي بره هنا كان في 2 اصلا، فانا بقسم اللي جوه على اللي بره يبقى 2 على 2 فالواحد، يعني س اس 1. في الحاله دي يا جماعه بقى انا هضطر اقسمها ايه، بص بقى الحركه دي هضطر اقسمها ايه، 1/3. بص بقى هو الواحد اللي فوق ده لو انا عملته يا جماعه 1 في 1، والتلاتة اللي عملتها تحت 3 في س كده، انا مش غلطان، انا بس بفسرها لكم اكتر يعني. طب ليه بقى؟ انا هقول ادي تولت في 1/س، صح كده؟ تولت في 1/س ده الس. انا عندي قاعده بتقول لي لو انت عندك ثابت قبل التكامل زي التولت ده ممكن تطلعه بره علامه التكامل، يعني تبقى المساله كانها كده. بص تكامل 1/س ده الس، حلو قوي. طيب ادي التولت اهو، واحنا قلنا تكامل 1/س بكام يا جماعه؟ تكامل 1/س دي اهي قاعده بتقول لي انه بلو س، يبقى ده لو س زائد ثابت تاني. يبقى انا الاول خدت جذر 9 س تربيع، مفيش واحد يقول لي موجب او سالب، خدوا بالكم يا جماعه عشان في ملحوظه كل الناس بتلخبط فيها. انا لما اقول لك جذر 9 تقول لي 3 على طول، موجب 3. لكن لما اقول لك معادله كده س تربيع بتساوي 9 وانت بتاخد الجذر التربيعي للطرفين، تحط موجب او سالب، يبقى في الحاله دي تقول له السين كانت بموجب او سالب 3، يعني السين كانت بموجب 3 او السين كانت دي او يعني او بتاعه الرياضه عامله كده، او سين بسالب 3. لكن انا لما اقول لك هات لي جذر 9 على طول بيبقى موجب 3، عشان ما فيش واحد يقول لي ايه طب ما جذر 9 دي موجب او سالب 3. لا، انا خدت جذر 9 3، جذر السين تربيع بسين، طالما لقيت 1/س كده او س في المقام س اس 1، يبقى انا ما ينفعش ان انا ايه اطلعها فوق واعمل الحركه دي وازود الاس 1، انا هزود الاس 1 بالاس 0. طب اقسم على الاس الجديد، يعني بقسم على 0، ما ينفعش تقسم على 0، دي كميه غير معرفه، الكالكوليتور هتقول لك ايرور، الاله الحاسبه هتقول لك ايرور غلط، ماثيماتيكال ايرور يعني هتقول لك خطا رياضي، ما ينفعش. خلاص طيب، فانا هاجي اعمل ايه يا جماعه؟ هقوم فاصلها زي بالمنظر اللي انا شايفينه ده. الواحد ده كان عباره عن 1 في 1، التلاته دي كانت عباره عن 3 في س، حلو. اقوم سايب التلت ده هنا في 1/س، انا كده فصلت الكسرين عادي. التلت ده عدد ثابت، من حقك انك تطلعه بره علامه التكامل، دي من قواعد التكامل برضو. خلاص بقى عندك تكامل 1/س ده لس، تكامل 1/س ده لس دي بتبقى بلو س، يبقى تولت لو س زائد ثابت. لو دي يا جماعه حاجه في اسمها لوغاريتمات، تمام؟ طيب لو جينا بقى شفنا دلوقتي رقم 11، قال لي تكامل الجذر الخامس لس تربيع ده لس، تمام. طيب انا كل ما عليا ان انا هعمل ايه؟ هبتدي دي محتاجه تعديل، ما ينفعش يكون في جذر كده لا في التفاضل ولا في التكامل، اعدله عادي. تكامل س اس 2/5 ده لس، ايه المشكله؟ طيب هزود الاس 1، تمام، الاس 1 يبقى ده ايه 7/5، لانك عملت 2/5 + 1 هيديك 7/5، وتقسم، خد بالك ان في هنا واحد، هتقسم الواحد على الاس الجديد، خلاص، زائد ثابت، مشكله؟ طيب بتيجي انت عندك دلوقتي بزود الاس 1 واقسم على الاس الجديد زائد ثابت. اجي دلوقتي ال 1/7/5 زي ما اتفقنا، كان ال 7/5 دي بتقلب، يبقى كان 1/5/7 س اس 7/5 زائد ثابت، يعني 5/7 س اس 7/5 زائد ثابت، اللي هي ايه 5/7، ودي طبعا تتحول لجذر. اللي اكتب س الاول عشان قبل ما انسى، اللي جوه على اللي بره، بقى 7 هنا وال 5 هنا زائد ثابت، وخلصت على كده المسألة. طيب
زي ما اتفقنا، افرض واحد حب يكتب الجذر دي فوق مع الخمسة، خد بالك هي لازم لو كتبت تتكتب مع اللي فوق، يعني افرض جات لي كده في الاختيارات برضو صح. تمام ماشي. لو جينا على رقم 12، 12 بقى جالي صريح جدا، قال لي تكامل 2 س اس سالب 4 د س. هو كان ممكن يقول لي ايه؟ كان ممكن يجيبها لي 2، كان ممكن يجيبها لي 2 على س اس 4 وانا اعدلها اطلعها فوق. هو جالي صريح وجابها لي كده، خلاص هزود انا الاس 1. انا لو سالب 4 زودت عليها 1 هتديني سالب 3، يبقى زود الاس 1 يبقى س اس سالب 3. اقسم على الاس الجديد، يعني 2 على سالب 3 زائد ثابت، خلاص ماشي. ما انساش زائد ثابت دي يا جماعه مهمه جدا، اشطب دي بس عشان تطلع ب 12. دي زي ما اتفقنا ممكن تطلع السالب على السطر كده، س اس سالب 3 زائد ثابت. انا ممكن اسيبها على كده صح، ويفضل لو انا عدلتها. وفي ناس يطلع بقى السالب يخليها مع الاثنين كده ويقول لك ايه، اه 3 ودي تنزل تحت س اس موجب 3 زائد ثابت. ناس تانية يقول لك لا انا هخلي السالب دي على السطر، مش هتفرق يعني. انا اقصد انا بدي كذا شكل للاجابه دي يا جماعه، اذ ربما انا اكون في بابل شيت زي في معادله كليه التجاره او معادله كليه هندسه وزي ثانويه عامه حاليا برضو، في بابل شيت اللي هو الاختيارات وكده، فممكن يجيب لي الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، يبقى انا جميع الاشكال دي صح. يبقى انا لازم اكون عارف كذا شكل للحل النهائي بحيث ان انا ما ايه ما اعطلش في المساله. تمام. طيب لو جينا بصينا بعد كده رقم 13، قال لي ايه؟ قال لي تكامل 5 س تكعيب على 2 د س. طيب انا ممكن اعمل ايه يا جماعه؟ خدوا بالكم هو هنا بيلخبطني. هما الاقي ناس يقول لك ننزل س تحت، لا ده انا عايزها اصلا فوق، طالما هي فوق كده انا ممكن بس افصلها. افصلها ازاي؟ 5 على 2 اهي وس تكعيب لوحدها، بص كده، ما انا من حق الس تكعيب اللي في البسط دي منزلها على السطر. هي طالما على السطر او في البسط خلاص انا ما اعملش فيها حاجه، ما انزلهاش تحت. ده هي لو تحت بس في المقام نطلعها فوق بس سالب، لكن كده يا جايه زي الفل. انا 5 على 2 ده ثابت. بص انت ممكن تريح دماغك وتعمل حركه تطلع 5 على 2 دي بره كده، بص، وتتعامل مع المساله كانها كده، من حقك لان ده ثابت ومضروب في س تكعيب، من حقك تطلعه بره التكامل وتبقى 5 على 2 وكامل براحتك بقى. دي بص تزود الاس 1 كانك مش شايف الخمسه على 2 خالص، زود الاس 1 واقسم، هنا في 1 اقسم على الاس الجديد يعني 4، خلاص ماشي، زائد ثابت. ويرجع بقى الخمسه على 2 تتضرب في 1 على 4 هتدي لك 5 في 1 ب 5، 2 في 4 ب 8، س اس 4 زائد ثابت. ده حل. في حل اخر ان انا اعمل ايه؟ ما اطلعش الثابت بره. يعني ازاي؟ اقول تكامل 5 س تكعيب على 2 د س. انا ممكن اعمل لك حركه او اقول تكامل 5 على 2 برضه نفصلها وس تكعيب اهي. بس بص هعمل ايه بقى؟ اشتغلها على طول زي ما هي. انا بزود الاس 1 يبقى س اس 4، ونقسم المعامل اللي هو 5 على 2 على الاس الجديد اللي هو كام؟ 4. في ناس بيعرف يقسم دي على الاله مباشره، بيقوم فاتح الزرار اللي هو ايه كده، ده هو كده، انا هكبر بس عشان يبان معانا، خلاص، ويرجع بقى في الزرار ده فوق يفتح فيه الزرار تاني عشان يكتب فيه كام؟ يكتب فيه 5 هنا و2 هنا، يعني كانه ايه؟ فتح زرار على زرار، الزرار ده اللي هو بتاع اللي عامل كده ده عندك، ده زرار بيعمل كده، وفوق هنا يرجع فوق هنا يفتح تاني كسر كده ويكتب 5 على 2 هنا، ويبقى نكتب الأربعة هنا. دي طريقة هتطلع له بتساوي 5، ويقول له يساوي، هتطلع له 5 على 8. دي طريقة. يا إما إن أنت تقول بقى إيه، أنا باسم 5 على 2 على 4، الاتنين دي بتنزل تتضرب تحت في الأربعة، الاتنين اللي في المقام دي بتنزل تتضرب في الأربعة يبقى 8. طريقة تالتة ودي اللي شايعة بقى مع معظم الناس، يقول لك دي كانت 4 على 1. أنا لما بقسم كسر على كسر يا جماعة زائد ثابت قبل ما أنساها، بسيب الكسر الأولاني زي ما هو، ضرب الكسر التاني بيتشال 1 على 4 س أس 4. أنا بقول عشان الناس اللي مش عارف يعملها بالآلة أو هيتلخبط فيها يعملها كده، شقلب ده خلاص، برضه 5 في 1 ب 5 و2 في 4 ب 8 س أس 4 زائد ثابت. ده اللي هو حب يعملها مباشرة بدل ما يطلع الخمسة على 2 بره كثابت تكامل، كعدد ثابت وطلعها بره علامة التكامل. تمام؟ الاثنين صح. الحل
حلين صح. هوري تاني بس عشان شغل الآلة اهو. انا فاتح الزرار ده زي ما اتفقنا خلاص، وتكتب وتفتح الزرار بتاع الكسر تاني فوق. مش اصل في ناس بيستعجلوا فتح الزرار مرتين، لا انا بفتح الزرار الاولاني اللي هو العادي ده اهو كده. بعد ما افتحه ارجع اطلع فوق بالشرطه اللي هي بتنط دي، واقوم فاتح تاني زرار كسر اللي هو ده تمام فوق، ما افتحوش تحت تمام، واقول له يساوي، واكتب فيه بقى 5 على 2 وانزل تحت خالص اكتب الاربعه تمام. طيب هتلخبط خالص، هتلخبط خالص، اكتب على الآلة 5 على 2 على 4 بس، عادي جدا هيك البص اللي فوق ده 5 على 2 على الأربعة، وراح دماغك هتطلع 5 على 8، ما فيهاش أي مجال للخطأ تمام. طيب مش عشان ما أجيش أنا بقى عارف المسألة وأجي أضيع عشان مش عارف أشتغلها بالآلة، فمين يا جماعة يبقى حرام عليا يعني. طيب نيجي رقم 14، 14 قال لي إيه؟ قال لي تكامل نص جذر تكعيبي لسين دال سين. حلو قوي، واضح جدا ان فيها تعديل، ده لازم يتعدل. انا ممكن اطلع النص بره زي ما اتفقنا، راح دماغك طلع النص ده بره واخلص منه، والسين دي تتعدل تبقى يا جماعه سين اس ايه اللي جوه على اللي بره، يعني سين اس تلت خلاص دال سين. سيب النص بره زي ما هو وابتدي كامل دي. طيب انت لما بتكامل دي اللي بيحصل بتزود، خد بالك هي كان جنبها واحد بس، هتكملها بقى طالما انت طلعت النص بره كاملها جوه قوس، انت بتزود الاس واحد، اقسم على الاس الجديد، اقسم على الاس الجديد دي جنبها واحد على الاس الجديد اللي هو 4 على 3 خلاص، زائد ثابت التكامل ما انساش. طيب ادي نص ده لو اتقسم زي ما اتفقنا هيتشقلب، يبقى كانه 3 على 4 س اس 4 على 3 زائد ثابت. طيب اجي دلوقتي النص اتضرب في 3 ارباع هيدي لك 3 على 8 س اس 4 على 3 زائد ثابت، يبقى 3 على 8 س اس 4 جوه والثلاثة تطلع بره عشان احنا قلنا اللي جوه على اللي بره زائد ثابت. وقلنا زي في ناس ثانيه يقول لك حل اخر على طول بيشتغلها على طول، يعني انت تكامل ادي النص س اس ثلث، يقول لك لا انا مش هطلع النص بره على حاجه، هشتغل على طول هزود الاس واحد. انا بفضل الطريقه دي بصراحه عشان ما يقعدش ينسى النص يضربه تاني وما ينساش القوس، يعني ما انا بفضل اشتغل على طول ولا اطلع نص بره ولا حاجه، زود الاس واحد باربعة على ثلاثة واقسم النص على اربعة على ثلاثة، وانا مش غرمان حاجه، ايه يا جدعان نص على اربعة على ثلاثة على الاله وخلاص، وراح دماغك ولا تفتح الزرار ده ولا وجع دماغك، ما تفتحوش مرتين ولا حاجه عشان ما تلخبطش نفسك، اكتب نص على اربعه تاني كان دي العالم. الاله هتشقلب ده لوحدها، يعني هتعمل لك كده هتشقلب لك ده 3 على 4 وتطلع لك النتيجه 3 على 8 بدون ما انت تبذل اي مجهود خلاص، زائد ثابت. طيب ادي يبقى دي طلعت كل دي القصه دي طلعت كام؟ 3 على 8 س اس 4 على 3 زائد ثابت، ادي ال 3 على 8 اهي، وهعمل دي جذر تاني اهو س اللي جوه على اللي بره، يبقى الاربعه هنا والثلاثه هنا زائد ثابت، وخلصنا منها تمام. نشوف رقم 15، تكامل 6 س اس 5 على 3 د س. طيب احنا قلنا مجرد ما انا بشوف كسر كده بفصله عن السين، يعني اهو 6 على 3 س اس 5 ده س، حظي ان 6 على 3 ب 2 على طول مش محتاجه فن، فانا ممكن 6 على 3 دي ب 2 مصلحه جدا، يبقى 2 س اس 5 ده س. طب هتزود الاس 1 على طول، زود الاس 1 يبقى س اس 6، اقسم على الاس الجديد يعني 2 على الاس الجديد اللي هو 6 زائد ثابت. طب 2 على 6 دي لو انت عملتها على الاله كاختصار يعني هتطلع ثلث، وادي س اس 6 زائد ثابت، يا اما س اس 6 في ناس بيحطها جنب الواحد والواحد ملوش لازمه فبيكتبوها كده، عشان لو جات لي كده او كده في الاختيارات يبقى انا ايه ابقى جاهز تمام. طيب لو جينا بصينا على اللي بعدها اللي هي رقم 16، قال لي تكامل 7 على 2، انا متعمد اجيب الافكار كتير بحيث ان احنا نبقى اوير او ملمين بكل الافكار
تمام، عشان الكلام ده هينفعنا في الدروس الجايه في التكامل. طيب تكامل 7 على 2 سين سالب 2 دي جايه جاهزه. هو كان ممكن لو عايز صعبها لي يقول لي 7 على 2 سين اس 2 تحت كده، او ما انا مطلع دي فوق، هو جابها لي كده مباشره. خلاص كويس جدا، نزود احنا الاس 1 او يبقى 7 على 2، زود الاس ده 1 يبقى سين اس سالب 1، اقسم على الاس الجديد يعني على سالب 1، خلاص زائد ثابت. طب 7 على 2 لو انت قسمتها على سالب 1، ادي 7 على 2 على سالب 1 بالآلة يديك سالب 7 على 2. حلو، يبقى سالب 7 على 2 سين أس سالب 1 زائد ثابت اللي هو سالب 7 على 2 سين، خلاص زائد ثابت. تمام يا جماعة؟ طيب ولو انت عايز تعمل تشيك لإجابتك تشوفك انت صح ولا غلط بالمرة، خد بالك المفروض الدالة دي لما انا فاضلها، انا نزلت طبعا دي تحت بالموجب، المفروض الدالة دي ده كده لو انت عايز تعمل ايه، انت شوفك انت صح ولا غلط كمراجع. المفروض الدالة دي لما انت تفاضلها، تفاضلها يعني لو دي صاد، لو انت فاضلتها وجبت دال صاد على دال سين المفروض تطلع دي. طب نجرب كده، انت كنت لما تيجي تفاضل دي بتعمل ايه؟ بتعدلها سالب 7 على 2 وبتطلع السين فوق بسين اس سالب 1، صح؟ طيب كنت بتعمل ايه يا جماعه؟ كنت بتقوم جاي بتعمل ايه؟ لما تيجي تفاضل دال صاد على دال سين مش بتزود الاس 1 وتقسم على الاس الجديد، بقى بتضرب الاس في المعادله، هتضرب سالب 1 في سالب 7 على 2 يديك 7 على 2، وتيجي على السين تنقص اسها 1، سالب 1 لو انت نقصت 1 هيديك ايه؟ سالب 2. شفت بقى؟ طلعت هي الداله اللي انا كنت بكملها، لان التكامل عكس التفاضل، يعني الداله اللي انت طلعت نتيجه للتكامل دي لو انت فاضلتها اشتقتها تاني مشتقه اولى المفروض تطلع لك الداله اللي كنت بتكملها. تمام يا جماعه؟ طيب حتى التكامل يقول لك عليه هو المشتقه العكسيه، يعني عكس المشتقه يعني. تمام؟ لو جينا بصينا على رقم 17، قال لي تكامل 5 س على 3 د س، شكلها بسيط جدا ما فيهاش حاجه. انا كل ما عليا ان انا هعمل ايه يا جماعه؟ اهو هقول له طيب تكامل 5 على 3 زي ما اتفقنا، وادي السين على السطر بدل سين، هبتدي زي ما اتفقنا كان هنا في 1، هزود الاس 1 يبقى سين اس 2، هقسم على الاس الجديد يعني 5 على 3 دي هتقسم على 2 زائد ثابت. هرجع بقى زي ما اتفقنا 5 على 3 هقسمها على 2، هي 5 على 3 على 2 هتطلع لي 5 على 6 سين تربيع زائد ثابت. عايز برضو تراجع اجابتك، خد دي فاضلها، بص خد دي فاضلها 5 على 6 سين تربيع، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتضرب الاس في المعامل، 2 هتضربها في 5 على 6 هيديك 5 على 3، وتكتب السين وبتنقص اسها 1 يعني بقت 5 على 3 سين اللي هي 5، ممكن احط السين مع اللي فوق اهي، طلعت الداله الاصليه. ده لو انت عايز تاكد لنفسك انت صح ولا غلط. تمام؟ طيب ماشي، لو كنا بصينا على رقم 18، تكامل 2 على 3 س أس سالب 3 د س. طيب أنا ممكن أعمل إيه زي ما اتفقنا؟ اللي تحت ده لازم يطلع فوق، مش عشان أسه سالب، هو لازم اللي تحت يطلع فوق، أسه سالب أسه موجب لازم يطلع فوق. تمام؟ فهضطر انا اعمل ايه يا جماعه؟ نطلعه فوق مفيش مشكله، اه يبقى تكامل 2 على 3 س اس موجب 3 ده س. خلاص كده المساله بقت مؤهله ان انا اكملها. ابتدي بقى التكامل، زود الاس 1 س اس 4، بنقسم 2 على 3 على الاس الجديد اللي هو 4 زائد ثابت. لو انا قسمت دي زي ما اتفقنا 2 على 3 على 4 اهو 2 على 3، بكررها تاني عشان ما توجعش دماغك في الآلة، هتلاقيها طلعت لك ايه يا جماعة؟ هتلاقيها طلعت لك 1 على 6. ماشي؟ لأن هي هتطلع لك 2 على 12، يعني هتطلع 1 على 6، عشان بس أنا بحسبها بدماغي. هتطلع 1 على 6 س أس 4 زائد ثابت. والله عايز تكتبها كده ماشي؟ هبعد بس دي عشان ما تلخبطناش. عايز تكتبها س أس 4 على 6
زائد ثابت ماشي، الاثنين صح. تمام، اظن كده بقت ايه مفهومه الدنيا ماشيه ازاي. طيب نشوف رقم 19، تكامل. هيقول لي مثلا 2 س تكعيب على 5 س اس 7 مثلا، حاجه كده. ده س عادي. انا الاول يا جماعه لازم اختصر المساله، انت جايب لي سينات فوق وسينات تحت، تمام؟ فانا هعمل ايه؟ انا باخد 2 على 5 اهي، بطرح الاس اللي فوق ناقص اللي فوق ناقص اللي تحت، اخد س واحده واطرح الاس. 3 ناقص 7 ايه؟ سالب 4. 3 ناقص 7 يديني سالب 4، تمام؟ والاجابه بتبقى على السطر كده، طالما انت هتطرح الاسس الاجابه على السطر. في ناس ثانيه يقول لك ايه؟ يقول لك السين دي هنا 3 سينات فوق ودي 7 سينات تحت، يشيل 3 سينات مع 3 من ال 7 اللي تحت، يقول لك هيتفضل 4 سينات تحت. هو فعلا لان انت عندك دي سين ايه؟ سين في سين في سين 3 مرات، ودي 7 سينات، 7 سينات، فاهمين يا جماعه؟ اهو في سين في سين في سين. في ناس بتعمل كده، يقول لك انا لما اشيل التلات سينات دول مع التلات سينات دول هتفضل 4 سينات تحت، ماشي. دي طريقه، بس انا بفضل على طول ليه نوجع دماغنا؟ ما انا هرجع تطلع دي تاني باس سالب، فخلاص. انت خد س واطرح الاس، 3 ناقص 7 يبقى سالب 4، ده لس. المساله كده بقت زي الفل ونقدر نشتغلها اهو. يبقى سيب الاثنين على 5 اهي، هنزود الاس 1 يبقى سالب 3، سالب 4 لو انت زودت واحد يبقى سالب 3. اقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 3 زائد السالب. طيب انت لو قسمت 2 على 5 على سالب 3، وهتقول لي بقى نطلع السالب 3 فوق بالموجب. لا دي مش اس، دي سالب 3 عاديه، ما بتطلعش فوق بالموجب ولا حاجه. هتقسم دي على دي هيطلع لك سالب 2 على 15 س اس سالب 3 زائد ثابت، اللي هو ممكن انا س اس سالب 3 دي بقى انزلها تحت تاني. يفضل في نهايه المساله ما يبقاش الاس سالب، يعني انا ممكن انزل دي تاني اه سالب 2 على 15 اهي، ودي ترجع تيجي تاني جنب الايه اهو زائد سالب. والله عايز تخلي سالب 2 دي السالب مع الاثنين ماشي زي ما اتفقنا، عايز تخليها على السطر ماشي اهو. سالب 2 على 15 س تكعيب زائد ثابت اهو، دي صح ودي صح، تمام يا جماعه. طيب لو جينا بصينا على المساله رقم 20، بيقول لي ايه؟ تكامل جذر 5 على 2 جذر س اس 5 ده س. بص يا جماعه، طيب في ناس هيقول لك ايه؟ انت حضرتك مثلا قلت لنا بنعدل الجذر نخليه اس نص، لا ده جذر جه على س، ده جذر جه على عدد، ما تعدلش فيه حاجه، ما توجعش دماغك معاه. جذر جه على عدد كده من غير سينات ما توجعش دماغك معاه. يعني ايه؟ اسيبه زي ما هو كده؟ سيبه زي ما هو كده، خلاص. هتتعامل مع المسألة كأنها ايه؟ بص بقى، تكامل جذر 5 على 2 هو ده اللي هشتغل فيه بقى. الجذر هنا جاي على س، دي اللي محتاجة شغل. هنكتب السين، اخد اللي جوه على اللي بره، يبقى بص 5 على 2، احنا قلنا كأن فينا 2، تمام؟ كويس. ابتدي بقى دلوقتي ده س. طيب ما ينفعش دي تفضل تحت، ده لازم تطلع على السطر اهو. يبقى تكامل جذر 5 على 2، ممكن بقى تفصل دي كده ودي تطلع فوق س اس سالب 5 على 2 ده س. طيب يساوي، احنا قلنا هنزل جذر 5 على 2 دي عدد ثابت مالكش دعوه بيه، عادي جدا خلاص. دي هتزود على الاس 1، لو انت س سالب 5 على 2 زودت عليها 1 هتدي لك سالب 3 على 2، وتقسم على الاس الجديد، يعني عايز تقسم ده على سالب 3 على 2، تمام؟ لما انت تقسم ده يا جماعه على ده بالآله هيدي لك سالب جذر 5 على 3 البتاع دي كلها، طبعا زائد ثابت قبل ما انساه، هتديني سالب جذر 5 على 3 س اس سالب 3 على 2 زائد ثابت، تمام. طيب انا ممكن اسيبها على كده وممكن اعمل فيها تعديل جميل جدا، ارجعها لاصلها. ارجعها لاصلها ازاي؟ اولا س دي اس سالب 3 على 2، طب ما تنزلها تحت تبقى س اس موجب 3 على 2، خد بالك مش هي س اس سالب 3 على 2، انا كنت طلعتها في اول المساله عشان اعرف اكمل، خلاص ارجعها لاصلها، رجعها تاني تحت زائد ثابت. طيب يساوي سالب جذر 5
على 3، دي ممكن يا جماعة ترجع تاني تبقى ايه؟ تبقى أس كسري يتحول إلى جذر. حوالي جذر ازاي؟ اهو جذر، وادي السين، وهكتب التلاتة جوه، والمفروض اكتب الاتنين بره، فدي جذر التربيع مبيتكتبش على اتنين، زائد زائد. تمام؟ هنشوف المسألة اللي بعدها. رقم 21، تكامل برضو اهو، 2 على جذر 3 بلك سين أس 6. تمام، ده سين. انا ممكن اعمل ايه يا جماعه؟ برضو نفس القصه، تكامل 2، هاخد جذر التلاتة وجذر السين أس 6، أقسمها أنا كده، ده سين. طيب تكامل 2 على جذر تلاتة، جذر تلاتة لو جبتها هتلاقي جذر تلاتة زي ما هي على الآلة، جذر سين أس 6، مش أنت بتاخد اللي جوه على اللي بره؟ كأن فينا 2، يبقى دي سين أس 6 على 2، يعني كأنها 2 على جذر تلاتة سين أس 3، ده سين. كل ده انا ما كملتش لسه يا جماعه، انا عمال اظبط في شكلها. طب سيب لي 2 على جذر 3، دي احنا هنعملها بالآلة، ودي تطلع فوق بسين اس سالب 3، حلو قوي، ده السين. طيب المفروض ان انا ازود الاس 1 سين اس سالب 2، اقسم على الاس الجديد، اللي هو سالب 2، اقسم ده على الاس الجديد زائد ثابت. لو انت قسمت دي على الآلة ايه اللي هيحصل؟ هيبقى 2 على جذر 3 دي، والآلة هتعتبر ده على 1، فهتشقلبه كده يبقى 1 على سالب 2. بص يا جماعة ده اللي عايز يعملها يدوي، يعني ال 2 هتروح مع ال 2 خلاص، هتدي لك سالب 1 على جذر 3. طب أنت خدت قبل كده حركة زمان، أهو هعملها لك بالعربي بس عشان تبقى فاهمها برضو، هي طلعت سالب 1 على جذر 3. أنت خدت قبل كده في العربي إن أنا ممكن أعمل في المرافق، يعني في جذر 3 على جذر 3. ده اللي عايز يعملها بإيده يا جماعة، اللي عايز يعملها بإيده. يعني هو عمل اهو 2 على جذر 3، هكتبها بالعربي بس معلش، في 1 على سالب 2، قام ضارب ده في ده، 2 في 1 ب 2، الآلة شقلبت تبع، شال الاتنين مع الاتنين آسف، فهنا بقى في 1 وهنا في سالب 1. قال لك أيوة 1 في 1 ب1، وجذر 3 في سالب 1 بسالب جذر 3، فكتب السالب على السطر. طيب ممكن تضرب أنت في المرافق، في المرافق يعني جذر 3 في جذر 3، ده اللي عايز يعملها يدوي يعني. يبقى سالب 1 في جذر 3 بجذر 3، وجذر 3 في جذر 3 ب3، خلاص؟ اللي عايز يعملها بقى على الآلة ويخلص دماغه، الآلة هتطلع له كده مباشرة، اللي هي كل دي. يبقى هتطلع له سالب جذر 3 على 3، لأن إيه؟ دايماً ما بنخليش جذر في المقام، ما نخليهاش تطلع سالب 1 على جذر 3 كده. طيب سين أس سالب 2 زائد سالب، طب أنا ممكن أعمل إيه يا جماعة؟ أهو سالب جذر 3 على 3، سين أس سالب 2 دي أنا ممكن أعملها سين أس موجب 2 زائد الثابت بتاعها. تمام؟ طيب ناخد كمان واحدة. لو أنا جيت قلت إيه؟ رقم 22، تكامل 10 سين تربيع على 5 سين تكعيب دال سين. بص يا جماعه بقى كده، طب انا ملاحظ حاجه، انا طبعا هعمل 10 على 5 فقلتني. طبعا لما اجي اقسم السينات باخد سين واحده اطرح الاسس، 2 ناقص 3 بسالب 1، ده سين. خد بالك سين اس سالب 1 خليك حذر منها، خليك حذر منها ازاي؟ دي كانها تكامل 2 على سين، سين اس سالب 1 تنزل تحت، سين اس موجب 1، لو اس موجب 1 ما بيتكتبش، يعني كانها تكامل 2 على س، ده س. وانا قلت لحضرتك التكامل 2 على س اللي هي عباره عن ايه؟ تمام؟ دي كانت اصلا عباره عن ايه؟ انا ممكن اخلي الاثنين لوحدها، كان الاثنين دي في واحد يا جماعه على س، ده س، انا بفسرها لكم اكتر يعني. طب ايه المانع ان انا اكتب الاثنين دي لوحدها؟ اهو خلاص؟ يعني عشان افسرها لك اكتر برضو، السين دي كانت كانها واحد في س. بص بقى قمة التفسير،
خلي تلاقي اخلي لك 2 على 1، في 1 على 0 كده. انا غلطان؟ لا مش غلطان. خلاص ليه بقى انا معمل لك كل التفسير دي؟ عشان اقول لك في الاخر ان دي هتبقى 2 في 1 على س، ده ال س. والاتنين دي لو انا طلعتها بره ثابت التكامل، بره علامه التكامل، عادي ممكن اطلعها لانها مضروبه في 1 على س. انا كله بوصلك ليه؟ انا عايزك تفهم ان 2 على س في الاخر، بص كده، بتبقى 2 تكامل في 1 على س، يعني كانك طلعت 2 بره وواحد 1 على س. يعني انت ممكن من الخطوه دي تجيب دي على طول، بس انا حبيت افسرها لحضرتك او حضرتك بحيث ان انت تعرف انا جبتها منين، يعني انا جبت المنظر ده من ده ازاي. الاتنين دي كانت 2 في 1، السين دي كانت 1 في س، فصلت الكسور، يعني خليت ده 2 على 1 في 1 على س، تمام؟ ده ال س، 2 على 1 ب2 في 1 على س، ده ال س. طب الاتنين طلعت بره، تكامل 1 على س دي يا جماعه دي لها قاعده بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو س زائد ثابت. حلو قوي، يبقى كانها 2 لو س زائد ثابت، تمام؟ ناخد بالنا من حتة يا جماعة، تكامل 1 على س دي مهمة جدا، خلاص مهمة جدا. طيب ماشي، لو جيت قلت مثلا ايه رقم 23، قال لي تكامل جذر 3 على 3 جذر التكعيبي لس اس 5 ده لس، برضه من ضمن المسائل القوية، عادي جدا اهو. تكامل مالكش دعوة بجذر 3 على 3 اهي، مش الجذور بترعب بالناس، مالكش دعوة بالجذر. وتعالى على دي هنعملها س اس 5 على 3، اللي جوه على اللي بره، ده لس اهو. ادي التكامل بتاعنا، جذر 3 على 3 دي هتبقى س اس كام يا جماعة؟ تطلع فوق بس اس سالب 5 على 3، ده س. حلو، طيب احنا عارفين انت ممكن زي ما اتفقنا تطلع ده بره خلاص، وممكن تسيبه عادي، ما انا هعمله بالآلة. يبقى التكامل بتاعنا هيعمل ايه بقى؟ انا كده طلعت دي بأس سالب، هبتدي زي ما اتفقنا ازود الأس 1. لو انت عملت سالب 5 على 3 زائد 1 بره كده، ممكن تعملها على جنب كده، هتدي لك كام؟ 4 3 على 3، هديك سالب 2 على 3، تمام؟ طيب يبقى دي بقت س أس سالب 2 على 3. ومنساش بقى بقسم المعامل ده على الأس الجديد اهو زائد ثابت. حلو، لو انا قسمت ده على ده خلاص هيديني ايه؟ هيديني سالب جذر 3 على 2. زي ما قلنا بقى يا جماعه في الآلة، ما توجعش دماغك، قول جذر 3 على 3 اسمت او على سالب 2 على 3، وراح دماغك خلاص. وعايز تريح دماغك اكتر، حط السالب ده مع اللي فوق بالزرار طبعا اللي هو كده ده، خلاص حطها مع اللي فوق خلاص، عشان ما تحطهاش قدام الكسر ويقول لك ايرور وغلط وكلام زي كده، تمام؟ بس هتقوم حاسب دي على الاله، الاله هتظبطها لك، هتطلعها لك ايه؟ هتشقلب دون وكده، هتقول لك من الاخر، هتقول لك سالب جذر 3 على 2، خلاص سالب جذر 3 على 2 س اس سالب 2 على 3 زائد ثابت. هبتدي ادي سالب جذر 3 على 2 دي هتنزل تحت بأس موجب زائد ثابت. حلو، يبقى سالب جذر 3 على 2، وده هيبقى جذر اهو س، هكتب اللي جوه على اللي بره، 2 على 3 زائد ثابت، خلاص. وممكن اسيبها على كده، تمام يا جماعه؟ طيب ان شاء الله طبعا في المرات اللي جايه هناخد بقى لو كذا داله من دول جم مع بعض. طيب انا عايز بس افكر حضرتك بحاجه، يعني ان انا شويه ملحوظات كده او شويه مسائل بسيطه هتفكرنا بحاجه، ان انا لما قلت، عشان دي بتيجي كتير وبتلخبط، تكامل س د س كنت بزود الاس 1 وبقسم على الاس الجديد، فكان بيديني ايه؟ ما تنساش ان في هنا 1، بزود الاس 1 يبقى س اس 2، هتقسم على الاس الجديد بيديك نص س تربيع زائد س. لكن لما بيجيلي تكامل وفي عدد، بس بحط للعدد ده س من الاخر.